لله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة لما بدأ الدعاة جزاهم الله خيرا هذا الكلام الطيب في حق الله سبحانه وتعالى الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان كما جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أو تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حق الله وهو العبادة. وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد عن رجل من بني عامر أن هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنه، ولا يهم جهالة الصحابة كما قال العلماء، يعني إذا ما عرفنا اسم الصحابي ما بيضر، لأنه لو بقى الصحابي ده أبو هريرة أو بقى أبو بكر الصديق أو بقى عمر بن الخطاب أو أنس بن مالك أو سعد بن أبي وقاص أو الزبير أو طلحة رضي الله عنهم أجمعين، بيضر حاجة؟ ما يضر حاجة. ليه؟ لأنه ربنا زكاهم. تاني ما بقولوا لك وعبد الله بن عباس صغة، وإنت كيف خليك من ابن عباس رضي الله عنهما؟ دين ربنا زكاهم. ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والتزكية العلماء قالوا الحقيقية إنما هي تزكية الباطن الذي هو القلب، فإذا كان القلب زكيا وشهد الله له بذلك فليس بعد ذلك تزكية. عشان كده العلماء لما يجي يقولوا لك الصحابة عدول وإن الطعن فيهم طعن في الشريعة، الكلام ده ما ساكن، ولذلك الصحابة خط أحمر. عشان كده أي واحد من العلماء لما يقول لك عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طوالب يروي الحديث، وإذا بيتكلم في الصحابة ربنا بهينه، أديك كرامة من الكرامات. الناس أخواننا الطوالب يذكروا لهم الهوس ده ما من الكرامات. لكن أسمع كرامة صحيحة ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه، دي كرامة صح ما فيها مشكل. أنا بعد شوية بجي أقرأ لك هوس هنا لما راسك يشيب. خروف بيخلقوه، شيوخ بيخلقوا خروف، أصبر لسه جاي. قال أبو هريرة رضي الله عنه في ترجمته في فضائله رضي الله عنه إنه واحد من العلماء كان بناظر آخر من الحنفية، وجاءت مسألة المصراة أو المصراة اللي هي البهيمة اللي بيقوموا يربطوا الضرع بتاعها لما يجي يبيعوها عشان تدير لبن كثير، ويتغشى الزول المشتري يعتبرها إنها شنو؟ إنها دي يعني ملانة وكده، ويشتريها بثمن فوق لثمنها، وده منهي عنه في الشريعة لأنه ده من الغش حرام. فاستدل هذا العالم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصرة. قال: فقال الرجل: أبو هريرة عندنا غير ثقة. دل الشفت ده وانت من ذاتك، ومن أنتم؟ وقالوا: هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ وانت من ذاتك، انت زول بليد تطعن في الصحابة، وفي عطالة كتار بيطعنوا هنا، سيد قطب، دجال الفتحاب، دجال الشعبيين، عطالة كتار بيطعنوا في الصحابة، وكلهم بفضل الله ربنا أخزاهم، أن الصحابة ديل الأولياء. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولا ينصرن الله من ينصره. وربنا قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهمت؟ قال: فنزلت حية عظيمة من سقف المسجد، كلام ده في العراق، جات متلبة من فوق وسكت الشاب ده الحنفي ده لغاية ما جرى وبقت تابعه وجارية وراه، فقال له الناس: تب تب، فقال: تبت، فاختفت الحية. قال الإمام الذهبي: إسنادها كالشمس، ما فيها مطعن. لا شغل عجيب بالكرامات، لكن أسيب أشياء بيجيك. الشاهد من الكلام عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عامر أنه استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض خدمه: أخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقل: السلام عليكم أأدخل؟ قال: فسمعت ذلك فقلت: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بما أتيت به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتيتكم إلا بخير، أو إلا بالخير. قال: أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تدعوا اللات والعزى. شوف الكلام ده واضح كيف. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليه؟ عشان يعبد الله وحده لا شريك له، وأن تدعوا اللات والعزى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسمين، ذكر اسمين من أصنام، من أسماء أصنام وأوثان هؤلاء المشركين وآلهتهم، وهما رجلان كان أهل الجاهلية يصرفون العبادة لهم أو لهما، عرفت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك جاء بالتوحيد، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أتم بيان. ويتأكد كلام التوحيد خاصة في هذه الأيام، الأيام بتاعت الباطل التي فيها احتفالات النصارى بأعيادهم الكفرية، عليهم لعائن الله تترى إلى يوم القيامة، كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله. لأن الناس ملاعين النصارى، ينسبون لله سبحانه وتعالى الولد. الشرك بيتأكد في الكلام ده. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. قال: يشركون به ويجعلون له ولدا، ثم هو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. شوف الحديث ده عجيب كيف. ربنا سبحانه وتعالى أصبر على الأذى، قال يشركون به، لأنه الشرك ده موضوع كبير جدا، موضوع كبير شديد. عشان كده ربنا قال في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان، أي زادت بركاته سبحانه وتعالى، وهي من تفاعل كما قال العلماء. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي لم يتخذ ولدا، وده في رد على النصارى وغيرهم من اليهود وغيره، ولم يكن له شريك في الملك، أي أنهم فرد سبحانه وتعالى بالسلطان وبالتصريف في العالم علويه وسفليه، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك قال مقرعا ومعجبا للمؤمنين من حال هؤلاء المشركين، ربنا قال: واتخذوا من دونه، يعني كيف الإنسان العاقل يعجب كيف يجعل لله الولد ويجعل له الشريك، وهذه صفته. ربنا قال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا، ما بيخلقوا حاجة. والليلة دي نحن مشكلتنا مع كثير من الناس من الصوفية وغيرهم، ده الكتاب بتاع عبد المحمود نور الدايم الكؤوس المترعة، وده جابه في المناظرة، ده جابوه في المناظرة واعترفوا به، والحمد لله الذي جعل كشفهم بأيديهم، فهمت؟ ده بيتكلم طبعا الآية دي ما مؤمنين بها الصوفية، معلش كلامي ده حار. في ناس بيقول لك نحن يا زول شيوخنا ما بيقولوا الكلام ده، انت بتعفتت، وكونك منكر الكلام ده شيء طيب جدا كويس، ما شاء الله المكنة شوية بس خلينا نظبط التايم، بتقسم طوالي، فهمت؟ فانت ماشي كويس. أما شيوخك ديل ما مؤمنين بالقرآن نهائي، ما مؤمنين به، الكلام ده حر لكن بنقوله، فهمت؟ الصفحة 197 ده في كرامات نور الدايم، مش عبد المحمود نور الدايم، دي في كرامات نور الدايم. الكتاب اسمه الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة، يعني الكؤوس دي اتملت، والمترعة دي ذاته ما وصف للجماد للكؤوس، ده بكون وصف للزول البشرب، لكن العرف الصوفية كده يقول كلامه صحيح، فهمت؟
قال في مناقب السادة الأربعة. لما تسمع الكلام ده تقول ده في الأئمة الأربعة الإمام مالك وكذا يا زول، مش إحنا مذهب خامس، ده المذهب ثمانية، ده العملين ثمانية، ده ما أربعة زيادة، فهمت ولا كيف؟ في مناقب السادة الأربعة. طيب في مناقب نور الدين أبو عبد المحمود الصفحة 197، شوف الكلام ده خطير جدا، خطير شديد. وهذا من الأذى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يشركون به ويجعلون له ولدا ثم هو يرزقهم ويدفع عنهم ويعافيهم. قال ومنها، قال لك باب مكاشفات وكرامات. الكتاب طبعت وزارة الإرشاد والأوقاف والأمانة العامة للمجلس القومي للذكر والذاكرين، فهمت؟ وهذا الكتاب راجعه محمد سرور ابن الشيخ الحفيان، وحققه المدني محمد توم، وقرضه عثمان الكباشي، قاعد جوا هنا الأمين العام للمجلس القومي للذكر والذاكرين. كلام موثق. انت قايلنا زي ناس المركز العام جايبينهم هناك. المهم ده موضوع ثاني كده، خلينا نقرأ لك الكلام ده. قال ومنها ما حكاه لي بعض أولاده، قال نزل عند الوالد بعض ضيوف، قال أبوه نور الدائم نزل عنده ضيوف فأمرني أن أذبح لهم كبشا. قال يا ولد ضيوف ديل جو جر لهم بهيمة لغايتنا، كويس إكرام الضيف كويس. قال فاجتهدت في تحصيله فلم يتيسر، قدر ما فتشت ما لقيت. قال فلما أخبرته بذلك أمرني أن أغلق عليه باب خلوته، قال لي قفل الباب، ها أقفل يا سمسم، قال له. قال وأن أجلس بالقرب منه، زي الوهمة بتاعت البرعي في خل في جنو في مصطفى عركينة، مش نفس الوهم. قال وأن أجلس بالقرب منه فما كان قليل إلا وأمرني بفتح الباب، ففتحته فإذا بكبش عظيم وهو واقف وتحته مثلث الإمام الغزالي رضي الله عنه. فهمت؟ خلق له خروف بمثلث الغزالي. والله إن جبت مثلث برمودا ضبانة ما تخلقه، مثلث برمودا مش مثلث الغزالي، فهمت؟ لأنه ربنا قال، ولا نكذب القرآن يا صوفية، ربنا قال لا يخلقون شيئا ولا هذه نافية، بدليل أنه الفعل المضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة يا عثمان البشير الكباشي والصوفية والمجلس القومي للذكر والذاكرين، دي نفي. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ما عندك أي حاجة مع الله. ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، نور الدائم ده الله ولا دون الله؟ دون الله. عثمان الكباشي الله ولا دون الله؟ دون الله. الأربعة ديل الله ولا دون الله؟ دون الله. الغزالي الله ولا دون الله؟ المثلث بتاع الغزالي الله ولا دون الله؟ كلهم دون الله. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله، بقوا الصوفية يعبدوا مش الغزالي، مثلث الغزالي، يعني لو جاء في فيثاغورس يمكن يعملوا له قبة ذاته الصوفية، فهمت؟ ربنا قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مش نور الدائم براو وقال اقفلوا علي الخلوة براه، لو خلوتك دي فارتقناه وجبنا الصوفية سمانية وختمية وتجانية وكزنزانية وتسعينية وانصار سنة وغيرهم كلهم دخلناهم، ونحن ذاته معهم كلنا لو خشينا. ربنا قال ما بنقدر نخلق مش خروف، ربنا قال لك ضبانايا واحدة كلنا ما بنخلقها، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اجتمعوا سيما قاعدين تجتمعوا، الإزيري كان بكورك في المولد، ودارين الربيع الصوفي والوهابية كتروا، أوك فهمت؟ بدل تكورك هناك ما كان تجتمع وتعمل ضبانة عشان نبقى معاك صوفية، كان تخلق ضبانة، فهمت؟ ما بتقدر إبرة، ما بتقدر، خليك من خلق الله. إبرة بتاع الصينيين ما بتقدر، مش أنت الإزيري البليد ده، إبرة بتاع الصينيين ما تخلقها. ربنا سبحانه وتعالى قال لن يخلقوا ذبابا، قال القرطبي قال وتحداهم الله بالذباب لكثرته وحقارته وضعفه ومهانته، فهمت؟ ربنا عجز هذه الآلهة وأظهر ضعفها وعجزها بأنها لا تستطيع أن تخلق الذباب،
لليلة نحن يا ناس بنكورك مع الناس إنه الأولياء ما بيخلقوا مع الله، إنه غير الله ما بيخلق في الكون. ده يجي يقول لك مش كده، ده ممكن يكرم الضيفان منه ذاته، فهمت؟ يأكل الناس من الخرفان الخلقنا الشيخ. طيب ليه الضحية دي زايدة؟ ليه الضحية زايدة؟ ليه الصوفية الضحية زايدة؟ عملوا لنا جامبو، جامبو خلقوا الله، وجامبو بمثلث الغزالي، وجامبو بمربع ابن سبعين، وجامبو بدائرة محي الدين ابن عربي، وجامبو بمستطيل البرعي، وجامبو بمشرتم السماني. كذب وكفر بالله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن هذا هو الكفر فما في الدنيا كفر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا أحد أصبر على أذى سمعه أو يسمعه من الله يشركون به. يا عليك الله، شو الشرك ده؟ كيف كلام غريب جدا. أديك لسه ده كتاب، كتاب غريب مرة واحد، الصفحة 171 دي ما كتب بتاع الصوفية. انت رأيك في الكلام ده شنو؟ في الكفر ده شنو؟ فهمت؟ قال ومنها من كرامات نور الدائم ده أو أحمد الطيب أنه لم يخرج روح، نور الدائم أنه لم يخرج روح من جسد أحد إلا وهو يعرض عليه. شوف الكلام ده كيف، الأرواح تعرض على منه؟ تعرض على نور الدائم. ويخبره باسم صاحبه وأبيه وسنه أو ونسبه حتى بعد هذا يذهب إلى ما أراد له الله تعالى شقاء كان أو سعادة. قال ملك الموت بعد ما يقبض الروح، ربنا قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. هو معناه بكلام لازم كلام الصوفية إنه ديل ما حفظة، ديل غششة، إنه ملائكة الله ما حفظة زي ما قال القرآن غششة. ليه؟ لأنه ربنا قال ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. بعد يقبض الروح بيمشوا وين؟ ربنا قال ثم ردوا إلى نور الدائم. شوف الصوفية ديل بعرض القرآن كيف. انت عارف ينجروا الكرامات دي شكله بيشربوا حاجات عجيبة، لأنه هنا برام قالوا بيشربوا، هنا ده قالوا بيشرب. وامشي افتح بلاغ، فهمت؟ جوا هنا قلت بتشرب، أنا أعمل لك شنو؟ السيد الأول ولا الثاني قال بيشرب، بيشرب حاجات، الحاجات دي شنو بعدين نشوفها شنو، لكن قال بيشرب، فهمت؟ فده كلام غريب جدا. تعرض عليه أول، بعد ذاك قال تمشي إلى الشقاء والسعادة. الناظر كأنه بجيب القرآن ده بعد ذاك ينجروا الكرامات. الآية دي قالت كيف؟ نمشي كده، هاي نمشي كده، فهمت؟ كل الكلام اللي بتلقاه في كتب الصوفية بهذه الطريقة. قال ومن ذلك أنه كان يأخذ بعض الأرواح التي يرى عليها شدة العذاب، يعني هو أرحم من رب العالمين. قال في أرواح بيشوفها معذبة شديد، معذبة شديد، قال فيأخذها ولا يستأذن من رب العالمين. شوف الزول ده كيف، وربنا سبحانه وتعالى قال من ذا عشان ما يقول لك شفاعة، ربنا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهمت؟ قال يرى عليها شدة العذاب فيدخل بها الديوان مستشفعا، الديوان يعني الديوان بتاع الأشقياء والسعداء. قال فيها فما يخرج إلا والعفو عنها قد حصل، كما وقع لمحمد ولد أبسكيكين الجميعابي هكذا رأيته، زي أبسكيكين برضو بخش الديوان عادي، فهمت؟ وولد حتيك المحسي إلى آخر. قال ومنها تلميذ الشيخ الفادني لما أدخله الخلوة بصلاة الاسم الرحمن، الخلوة دي عند التصوف لو دارت تخش الخلوة بتاعتهم باسم، يقول لك خلوة باسم معناها تمشي تتجرد من ثيابك وتصلي لله ركعتين زي ما الله خلقك، زي ما الله خلقك أحمر مرة واحدة، فهمت؟ وتصلي ركعتين وتشيل لك قرضات فيما يزعمون، وتذكر هذه الأسماء التي أقل أحوال أن من البدع ما ذكر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنزل عليك الشياطين، فهمت؟ قال وقف روحه بين يدي الله تعالى وتأدب وخشع وخضع، ثم قال إلهي ما جزاء من أحب عبدك سيدي أحمد الطيب. يا أخواننا نفترض كلامه صح، أنا ربنا ودى روحي دي، يعني هو الشيخ كان جسده قاعد روحه مشت فوق لربنا، طبعا ده عادي عند الصوفية، هسي بيجيك بعد شيء تاني وحدات، فهمت؟ قال الشيخ قال خشوا عليه
بعد المغربية ولا العشاء، قال واحد داري يزور الشيخ، قال لي قاو جاي من الجو. يا زول انت كنت في زيارة لوين؟ فهمت؟ قال بس جخشة كده لقاو جاي من الجو. فهمت؟ ما كان تقول له امرق لي من جيبك سحاب ولا حاجة. فهمت؟ هو الساقي كذب ولعب. قال شنو؟ قال ما جزاء من أحب عبدك سيدي أحمد الطيب؟ قال جزاؤه ألا أحرقه، ألا أحرقه بناري ولو كان بالمشرق أو المغرب. فهمت؟ ومنها من الكرامات أن تلميذه الشيخ محمد ولد الحاج النور لما ذهب بثيابه إلى البحر ليغسلها وقال له الموج هات لي هات تلك الثياب. أنت كده ركز معي. الشيخ النور ده مشى وين؟ مشى البحر دار يغسل الهدوم. الموج قال له الشيخ أجدع البتاع دي نعمل عليك أنا ما أعرفه، بعد ذاك البحر حيغسل له جاف ولا بغسل له كيف؟ ها؟ أنت كصوفي طبعا ما عندك عقل، لا تعترض فتنطرد، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. أصو ما تعترض، لا تقول أبدا لما، ليه؟ لأمر استسلمة كما قال البرعي. أوعد تعترض على الشيخ، الصوفية بتربيك كده. فهمت؟ قال قال قد غضب عند ذلك غضبا شديدا. الشيخ زعل، قال له كيف يقول كيف البحر يقول لي يجيب الهدوم بتاعتك؟ انت تخيل انا زول زي ده والله اجر لي امجاد وطوالي تجاني الماحي اقول لهم انا استلموا. ده زول نصيح؟ ده زول نصيح ويقول لك يا سلام ولي لله؟ يا زول ده يظن بتاع خدرة ولا صفراء ولا بنبية. فهمت؟ ده كلام زول عاقل؟ ما كده وريني. يقول لك شتمتم، وده شنو ده كلام ده شنو؟ طيب قال فقال الشيخ للموج ده نور الدائم، قال له تأدب مع الرجل فإنه من رجال الاسم الكبير الأعظم. قال له البحر يتأدب مع الزول ده؟ أدب معه. أنا ما أعرف البحر يتأدب ولا ما يتأدب، ده موضوع فارغ ساكت. يا نازي ده الدين الصوفي، ما تزعل أنت الكلام ده، شوف لو ما مقتنع نديك تقرأ وطوالي تمشي قرية الكباشي شمال بحري بخمسة جنيه ولا عشرة جنيه، تمشي تسأل عثمان الكباشي هناك تقول له عثمان تعال هنا شنو مغرز لي كتاب كله كلام بتاع مساطيل، والله لو جاء مسطول والله ما يقدر يألف قدر ده، والله ما يألف قدر، أنا ما أعرف دي بجيبوها من وين. فهمت؟ كلام غريب ذاته. وفوق ذلك أنه شرك وكفر بالله في مكان أو في مقام لم يشرك فيه حتى المشركون الأوائل. كلام غريب. لسه أديك زيادة، أديك زيادة مرة واحدة، زيادة غريبة. طيب الصفحة رقم 166، وده فيه تصديق وتوثيق لكتاب أزاهير الرياض، نفس الكلام اللي قاله في أزاهير الرياض كرروا هنا في كرامات أحمد الطيب البشير. قال ومنها أي من الكرامات أن من دفن بينه وبين ولي الله تعالى سيدي عبد المحمود أبي شيبة أنه لا يعذب ولو استحق العذاب. ده مش إنكار لعذاب القبر، ده إنكار يعني، بس أنت مستحق العذاب، لا توبة لا حسنات، لا يعذبك في خروج الروح ولا يشفع فيك شافع ولا أي حاجة، بس مجرد دفنك بين الشيخ أحمد الطيب والشيخ أبو شيبة قال فإنه لا يعذب ولو استحق العذاب. شوف الكلام ده كيف. قال وفي رواية دي رواية تانية كمان، أسمع للرواية دي عن الرجل الصالح الحاج أحمد ابن محمد السنهوري رحمه الله تعالى من عقبة قري، مش من بين أبو شيبة وأحمد الطيب، لا من عقبة قري، قال بفتح القاف مع تشديد الراء أهيا سيبويه، قال وكسرها بلد معروف إلى كرري، وفي رواية إلى بلاد الجموعية إكراما له من عند ربه تعالى. يعني دفنوك من اسمه شنو أمرح لغاية قري، ما النار ما بتاكلك ولا بتعذب ولو استحقيت العذاب. يا ناس ده كلام شنو؟ كده ورونا دليل على الكلام ده كويس؟ ده دي الصوفية كده. والكلام ده عشان ما يجي يقول لك لا ده للجهال، والكلام ده الكلام ده المراجعين دكاترة. عثمان الكباشي ده زول دكتور وزول أستاذ جامعي، ده مقرز ومراجع الكتاب ده ومقدم لهم مقدمة الناشر، وده الأمين العام للأمانة العامة للمجلس القومي للذكر والذاكرين، وكلهم عطالة ساكت
مجلس بتاع بدع وشركيات وضلالات، اللي يمشي يفتح بلاغ، فهمت؟ وانا عندي ادله والله ما تمرق من ابو شيبه الطيار ده، فهمت؟ امشي اي محل. فده كلام باطل. ولذلك يا اخواننا الشرك ده بينزل على الناس السخط، بينزل على الناس السخط. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. ربنا قال في الايه القبليه: لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. عشان كده ربنا لعن اهل الكتاب لانهم ما يامروا بمعروف ولا ينهوا عن منكر. ربنا قال: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. العلماء قالوا الآيات دي من أشد الآيات على الناس اللي بيعرفوا الحق، والله الذي لا إله غيره. الآيات دي آيات صعبة. في واحدين بيجوا الحلقات بتاعتنا دي عامله لهم كتمة نفس، واحد قال ده شباب، واحد تاني يا اخي عليك الله ما كده خلينا، واحد قال له دار تعلمنا التوحيد انت يا اخي، انت ما تخليك زول دمك، فهمت؟ ناس بيامروك بالمعروف وينهوك عن المنكر عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك شنو؟ يرفع عنك العذاب ويرفع عننا قبليك العذاب، فهمت؟ بل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن عبسه كان عمره 7 أو 8 سنوات، كان بيأم قبيله كامله، قبيلة كاملة. قال: فكانوا يقدموني إلى الصلاة وكنت أتلقى القربان الركبان فأحفظ ما جاء به الركبان فكنت أكثرهم قرآنا. فكانوا يقدموني إلى الصلاة، فقالت امرأة من القوم: يوما غطوا عنا استقارئكم، لأنه كان ما كان عليه ملابس والناس كانوا في حالة ضيق شديد. قال: فاشتروا لي ثوبا فما فرحت بشيء فرحي بالثوب. يعني مش قدرنا نحن، أصغر مننا في العمر كثير وأكبر مننا في القدر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك ما في واحد يغشك يقول لك ده صغار وكده. ربنا قال: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أنت عليك بالحجة. ابن عباس رضي الله عنهما، عمر بن الخطاب يوم دخلوا مع أهل بدر ومع كبار الصحابة، وكان مجلس عمر رضي الله عنه مجلسه القراء، ناس بيحفظوا قران ما بتاع النابات واسين اساسين اسى مربي الغوم لطاها تاسى بلاد ميمي بديك دره ميمي كلها بتطير، فهمت؟ رضي الله عنه. فيوم دخل يوم واحد من الصحابه رضي الله عنهم قالوا له: كيف تدخل معانا ابن عباس واولادنا قدره او اكبر منه؟ ابن عباس قال: فدعاني عمر رضي الله عنه يوما ما اراه دعاني الا ليريهم، يعني يوريهم لي انا بدخله. قال: فقال يوما: ما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا كذا وقالوا كذا. قال: ما تقول انت يا ابن عباس؟ قال: هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، امره الله سبحانه وتعالى ان يستغفر الله وان يتوب اليه. قال عمر رضي الله عنه: والله ما اعلم منها الا ما تعلم. عمر رضي الله عنه بيرفع، وانت ما تخليك زول زي الانجليز، والله في اعمامك واحدين باسم السلفيه واحدين صوفيه واحدين غيره، اعمامك كبار عاملين زي الانجليز. انت عارف الانجليز زمان لو لقوا واحد زمان من السودانيين ولا غيره من البلاد المستعمرين، لقوا واحد شاطر في المدرسه طوالي بيجوا لابوه بيدوا قروش، يقول له الواد ده شغله فحم، ها؟ لا يا واد ما شاء الله اشتغل لك فحم، عشان ما يطلع لهم ثورات وموضوع طويل. نفس الشغلانيه في اعطار شغالين علينا جوا هنا. زول تلقاو ده شباب ما شاء الله شغالين دعوه وبيدوك ايات وحديث، ولك ده ما ينفع وقفوهم يا اخي، انت زول انت زول حسود بس، حسود، فهمت؟ والحسد ده بياكل لك حسناتك، ما تكورك ساي. ونحن ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى نسال الله يثبتنا جميعا وان يهدي ضال المسلمين، ما بنقف. يعني لو حسدت وقلبك ده يتملى عيش ويتملى تبن، فهمت؟ ويتملى صفق، نحن ان شاء الله ما بنقف، احسد ساي احسد. ربنا قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ف
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إنها بتلاقيك الآخرة. ده الجزء الأول من الحديث. لا، ما أحد أصبر على أذى سمعه أو يسمعه من الله يجعلون له يشركون به. وأخواننا قبيل وروك إنه المشرك محل جهنم، ويجعلون له الولد. ودي الأيام الحاصة دي لابد نبين المسلمين عشان نمرق من الشغلة دي، لأنه ربنا قال والذين لا في صفة عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال بعض العلماء الزور هو الشرك، وقال بعضهم هو الكذب، وقال بعضهم هو شهادة الزور، وقال بعضهم هو كل قول باطل. قال ابن جرير وهذا أولى الأقوال بالصواب، أنه الباطل فيدخل فيه الشرك والكذب وشهادة الزور وغير ذلك، فهمت؟ وقال بعضهم هي أعياد المشركين. والقاعدة عند العلماء أن الآية إذا شملت معاني كثيرة لا تتعارض فتحمل عليها جميعا. عشان كده الآية دي دليل عند العلماء على تحريم مشاركة هؤلاء اليهود والنصارى في أعياده، لأن أنت عارف الأعياد دي الناس ديل بيقولوا كفر تقيل. ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. شوف الآية دي صعبة شديد كيف للزول اللي بيخاف من ربنا. ربنا قال قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء وهو العزيز الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى ربنا ما مشارك له أحد ولا يضاهيه أحد ولا يماثله أحد ولا يشابهه أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كويس، يأخذ أيام بتاع السخطة. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تدخلوا على اليهود والنصارى في كنائسهم في أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم. الغضب الشديد من الله سبحانه وتعالى بينزل عليهم. عشان كده تأثرت المخلوقات العظيمة من هذا الكذب والباطل الذي ينسب إلى الله أن الله له ولد. ربنا قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. قال ابن عباس أي أمرا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه. العلماء قالوا خشعت السماوات من عظمة الله وتنشق الأرض. قال ابن كثير أي من عظمة أي غضبا لله. الوطاء من عظمة الله سبحانه وتعالى وإجلال الله جل وعلا وتنزيه الخالق تبارك وتعالى كادت أن تنشق وتخر الجبال هدا تنتهي. ربنا قال أن دعوا للرحمن ولدا. ربنا قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني الله ما داير له ولد ولا محتاج إلى أحد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عشان كده لما نقول للناس ما تمشوا مع النازل يقول لك يا أخي ده تشدد. أنت تكون الواطة أحسن منك، تكون السماء أحسن منك، ها ابن آدم أنت ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك. عشان كده قال لك لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. قال ثم هو يرزقهم ويدفع عنهم ويعافيهم. ناس بيشتموا رب العالمين كما جاء في تفسير سورة الإخلاص من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يشتمني ابن وما ينبغي له ذلك ويكذبني وما ينبغي له ذلك. كلام غريب. قال بيقولوا يتهمون أيضا نبي الله لوط عليه السلام نبي كريم وإمام من الأئمة في الدنيا يتهمون أنه زنى. ديل النصارى وزنى بمنو؟ زنى ببتينه
الكلام ده لو قالوا لك في سلفاكير ما ممكن ما تقبله صح؟ ده في نبي كريم، ده للنصارى تلقى واحد شايل له بيض ولابس له جزمه حمراء واحده غبشاء وشايلين المويه والبيض يتجادعوا وهابي نيو يير، خلاص الود بقى جاك شراك. يا انت بليد ما فاهم العاصل الجوع، الله يهديك، ابعد من الناس ذيل بتنزل فيك صاقعه ولا مصيبه الزمان، ابعد منهم يا اخ. الناس ذيل نزلوا لنا الغلا والوباء الشرك وهذا الكذب على الله والشتيمه للباري سبحانه وتعالى وتقدس. ربنا سبحانه وتعالى قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. كذب على الله سبحانه وتعالى. قال: وصعد لوط من صعر وأقام في الجبل هو وابنته معه إذ خاف أن يقيم في صعر فأقام في المغارة هو وابنته. قصة طويلة، إنه لوط عليه السلام يعني ما فضل في الواطة إلا هو وبنتينه وكذابين، وهذا كتاب محرف، لأنه لوط عليه السلام كان قريب إبراهيم، يقال وادخالته ويقال كذا وكذا. إبراهيم عليه السلام ولوط كانوا عايشين، ده كذب وده كتاب محرف، ونحن جبناه من باب قوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. واليهود لما جحدوا حد الرجم، عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: جيبوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وأخذتوا إصبعهم على آية الرجم، عبد الله بن وقرأ القبلية والبعدية، عبد الله زي شغل محمد عبد الله، محمد عبد الله الصوفي، عبد الله بن سلام قال له أرفع إصبعك، رفع إصبعه قال: فإذا آية الرجم تلوح. فمن الباب ده نحن جبناه في الجامع، عشان ما في واحد يقول لك جبتها ليه؟ انا عندي ادله في البخاري ومسلم، انت لو ما فاهم انا بفهمك، لو عندك فاهم ثاني تخرج برا. دي الادله، والنبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران استقبلهم جوا الجامع وقرأ عليهم قول الله سبحانه وتعالى: فقل تعالوا، آية المباهلة، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ده كان جوا الجامع، فهمت؟ عشان ما في واحد يلعب عليك. الحمد لله هي شغله بادلتها، خطبه الصوفي برضو عندنا لا ادله ثاني ذاك لما يستحضر. الميم ده قال ان لوط عليه السلام زنى بابنته الكبرى والصغرى، وبعد ان شرب الخمر، وده كله يا اخواننا من الكفر. بل جوا هنا الصفحه كم؟ 60 61 او 62، هنا في سفر التكوين قال انه رب العزه تعالى وتقدس وتنزه تصارع مع يعقوب عليه السلام. ليلة اليهود والنصارى والليلة الناس ماشيين يحتفلوا معاهم، يقول لك ما في حاجة يا أخي، أنا عيد الضحية الفات الزول ده جا سلخ معي، يعني أنت بس عشان تملك كرشك تمشي معه؟ لو جاك أنت ما بيجوز لك تمشي له. وتهنئته كما قال العلماء على هذه الأعياد قالوا أشد من التهنئة على شرب الخمر والزنا. ليه؟ لأنه دي تهنئة بالشرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله، الآية دي تكلم فيها القرطبي والطبري وغيره من العلماء. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا والله هو السميع العليم. العلماء قالوا إذا كان ده عيسى عليه السلام وهو النبي الصالح الذي فضله الله بأن خلقه كما خلق آدم ونفخ فيه من روحه كما نفخ في آدم عليهما الصلاة والسلام، وأنه من أولي العزم الخمسة من الرسل، قالوا إذا كان ديل ده إذا كان نبي الله عيسى عليه السلام فكيف بغيره؟ واحد تقول له عيسى عليه السلام ما بيملك النفع والضر، يقول لك صح. تقول له عيسى عليه السلام ما بيخلق إلا بوحي الله بإذن الله، يعني زي ما قالوا العلماء، يقول لك أيوة صح. تقول له الفكي ما عنده حاجة مع الله، يقول لك انت خامسي وانت سادسي واكان شيخكم مات في الحمام. واحد من عجب العجائب قال الائمه الاربعه، واحد جاهل كده قال الائمه الاربعه، قال لما دارين يوزعوا المذاهب قال الرسول جاي يوزع عليهم، وان جاب الامام مالك على النبي صلى الله عليه وسلم في عهده. يا اخي الناس دي مسكينه والله، شو الخرافات دي كيف؟
قال كان قاعد معاه محمد بن عبد الوهاب. طيب ده ما شرف، ده مش شرف هسي، وكذب كله كله كذب. قال بعد شوية الإمام محمد عبد الوهاب لما جاء يوزع المزايف قال مشى السير، لما جاء راجع قال لي قاهني توزعت. قام قال لهم شنو؟ قال لهم أنا بعمل واحد تاني خامس. يا كله نجر يا ناس، ده شنو ده؟ كله كذب ساكت. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حنبلي تابع للإمام أحمد بن حنبل، ما عمل له مساب براه، فهمت؟ لكن لما تجي تقول له العقيدة تلقى واحد يقول لك المالكي طريقة أو المالكي مذهبا، الأشعري عقيدة، السماني أو التجاني طريقة. ليه ما تبقى مالك في العقيدة؟ المالكي عقيدة، المالكي مذهبا، المالكي أي حاجة، أبقى الإمام مالك، أبقى زي عقيدة الإمام مالك. وكل كلام باطل يا أخي، كل كلام باطل، فهمت؟ فده باطل يا ناس. الناس المفروض تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، المفروض تحذر المسلمين. في ناس كتار ما عارفين الحق، في ناس بيصدوهم، ولكن كثير من الناس يريد الحق ويسمع الحق. فالواجب على الناس أن يبينوا هذه الأمور للناس وأن يحذروا المسلمين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى. والبيحصل ده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ واحد تلقاه يطبق السنة من أخواننا يقول لي جلابتك زي باب الحمام، وانت باب حمامك ماله ما شرعي ما تسده للنهاية، فهمت؟ ده لو افترضنا الشغلة كده. لكن يقول لك زي باب الحمام، ثاني يوم تجي تلبس لك ثلاث أرباع كده ومرسوم فوقها كديس وما أعرف شنو بنية، يقول لك ده شنو يا أخي؟ يقول لك ده جون سينا. يا سلام يا أخي، يقول لك أنت والتمام. يا ناس الحديث وينه؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وين الحديث؟ فهمت؟ تحلق على السنة، على السنة، يقول لك ده مولانا. يجي واحد يقول لك تحلق كيف؟ يا سلام، ده زوج شبابي. الشغلة كلها بقت مبارية اليهود والنصارى. ناس تلقاهم في حلاقاتهم كيف نيمار يا زول انت. نحن السودانيين ديل، انا اديك قاعده ظريفه، نحن السودانيين ديل ما نبشتين شعرنا، شعرك ده قرقدي ما زي نيمار، شعرك ده زي انا كده قرقدي ما بينفع فيه. واحد تلقى كاب بيبسي وعسل نحل وبتاع ما بيقوم، الله يديك دي واطبور، فهمت انت؟ الا ربنا يرحمك ويرحمنا كلنا جميعا ونخش الجنه نستمتع هناك في الدنيا، كما جاء في حديث ثوبان في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة عندهم سوق، عندهم سوق، أنت استمتع بالشغلة دي ما لكم النمار وسجمان، فهمت؟ قال فتصفي عليهم ريح يقال لها ريح الشمال فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم لبيوتهم في الجنة. قال فيجدون أهلهم قد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، ويقولون لهم والله أنتم بعدنا أيضا ازددتم حسنا وجمالا. المباراة فهمت في طريقة اللبس، واحد تلقاه بنطلونه ناصل وقاعد يصلي، انت بتصلي كيف؟ بتصلي كيف انت؟ مش من شروط الصلاة ستر العورة؟ واحد تلقاه واقع عليه هنا، قاش ما عندك؟ ما تشتري قاش؟ صارقيل ما عندك؟ لما تجي وقت الصلاة دي شوف لك صارقيل من اقرب كوشة هنا او كيس بلاستيك او حاجة، خلي صلاتك تمش، فهمت؟ الشغلة دي شغلة عجيبة يا ناس، ده شنو ده؟ واحد تلقاه مظهر عضلاته كده والواد عم انت الله يديك، الويكة دي ما بتقوم لك حاجة الله يديك، خليك زول تبع النبي صلى الله عليه وسلم. والقوة، القوة بالإيمان، ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما مشكلة أرفع حديد ما حرام، لكن ما تقعد تتبهدل كده يا أخي، ما تتبهدل يا ود الحلال الله يهديك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يرد المسلمين إليه ردا جميلا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.